اللهم زد هذا البيت تشريفا وتعظيما وتكريما ومهابة، وزد من شرفه وكرمه ممن حجه أو اعتمره تشريفا وتكريما وتعظيما وبرا. اللهم أنت السلام ومنك السلام، حينا ربنا بالسلام. Allah'ım, bu Kabe'nin şerefini, yüceliğini, saygınlığını ve heybetini arttır. Hacı umre yapanların şerefini, saygınlığını ve iyiliğini de arttır. Allah'ım sen esenlik sahibisin. Esenlik sendendir. Ey Rabbimiz, bizi esenlikle yaşat. 27 Nisan 2020 Kabe'deki çekilmiş yeni görüntüler. Hacı-ül Esved temizlendi, Kabe meshedildi, makam-ı İbrahim kokulandı, örtüleri paklandı. Rabbi ile kul arasındaki en kutlu makam Kabe yeni misafirlerini bekliyor. وبعد الله سبحانه وتعالى انه ما قرا ذاذ ولا شيء كعبه تستاهل احسن في نفس الوقت يا شيخ لا كلام الله يجزاهم خير حريصهم يلا كيف نسوي هذه يبدي هنا بعد الوقت الصلاة والسلام عليك عليك يا رسول الله عليك يا حبيب الله عليك يا رحمة للعالمين عليك يا عليك يا خاتم النبيين يا أيها النبي ورحمة الله وبركاته الصلاة والسلام عليك وعلى آلك وأصحابك وأهل بيتك وعلى النبيين وسائر الصالحين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أنك رسول الله وأشهد أنك بلغت الرسالة وأديت الأمانة فنصحت الأمة ودعوت إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجاهدت في سبيل الله حتى آتاك الله اليقين. ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب.